اكمل نجاتي يقعد مجلس الشيوخ عن تنسيق شباب الاحزاب مدير غرفه العمليات عن الهند الثاني. احنا رصدنا النهارده فتح اللجان الانتخابيه في ميعادها، الاجراءات الاحترازيه كامله في كل اللجان. بعض اللجان تاخر فتحها في بعض المحافظات زي الاهليه، الاقبال كثير جدا في المنوفيه وفي الغربيه. السيدات في شمال سيناء في دائرة العريش تواجدوا بكثافة، ودي رسالة كبيرة جدا للقوات المسلحة، وشكر للقوات المسلحة على تأمين سيناء وعودة السلام إليها. في تجاوزات رصدها متابعونا 1500 على مدار اليومين، بس لا هي تجاوزات لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، تتمثل في حظر أو في كسر حظر الصمت الانتخابي بتوزيع دعاية خارج اللجان، لكن الناس تصدت لها وتم منعها. الحقيقه قبل ما اقرا البيان الختامي اللي بتصدره غرفه العمليات المركزيه في انتهاء المرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب في الدوله الاولى، لان لسه متبقي دوله الاعاده، حابب اتوجه بالشكر لاعضاء غرفه العمليات المركزيه بتنسيق شباب الاحزاب والسياسيين اللي قاموا بعمل كبير جدا في الفتره اللي فاتت المتعلقه بانتخابات مجلس الشيوخ ثم بانتخابات مجلس النواب. ايضا يعني اتوجه بالشكر للزملاء المتابعين ال 1500 متابع اللي كانوا موجودين على مدار ايام التصويت من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 9 مساء على مدار ايام التصويت في انتخابات الشيوخ ثم في انتخابات مجلس النواب. الان البيان الختامي لغرفه العمليات المركزيه لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين المرحله الثانيه. تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين غرفه العمليات المركزيه انتخابات مجلس النواب 2020 البيان الختامي للمرحله الثانيه. تابعت غرفه العمليات المركزيه بتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين انتخابات مجلس النواب بمرحلتين الاولى والثانيه، حيث اجريت انتخابات المرحله الاولى في 14 محافظه والمرحله الثانيه في 13 محافظه. وقام متابعو التنسيقيه البالغ عددهم 1500 متابع بتغطيه كافه المحافظات على مستوى المرحلتين، لتعطي التنسيقيه بذلك مثالا لدور الشباب في صياغه سياسه بمفهوم جديد، وهو الشعار الذي اتخذته التنسيقيه معبرا عن فكرها من اجل المستقبل الذي نحلم به جميعا لوطننا الغالي مصر. وقد رصدت غرفه العمليات ان نسبه المشاركه في اليوم الاول للتصويت بهذه المرحله ما يقرب من 14%. يا العدلي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، الحقيقه احنا بقالنا يومين بنغطي العمليه الانتخابيه المرحله الثانيه، ودي مش اول مره احنا بنغطي الانتخابات من خلال 1500 متابع، بدايه من انتخابات مجلس الشيوخ المصري لحد انتخابات مجلس النواب المرحله الاولى، وحاليا احنا في المرحله الثانيه. خلال يومين الانتخاب احنا رصدنا اقبال من الناخبين، يمكن في اليوم الاول الاقبال ما كانش كبير قوي، لكن في اليوم الثاني خاصه في الفتره اللي هي بعد الظهيره، خاصه ان يوم عمل بدا الاقبال يبقى فيه تزايد ويبقى فيه حشد اكبر على الصناديق الانتخابيه. كمان لاحظنا ان العريش والشيخ زويد وهم مجموعه من اللجان ما كانش بيخرج فيهم عدد كبير من الناخبين قبل كده، لكن المره دي الاقبال فيهم كبير جدا، وده بيعكس حاله حرص المواطن المصري رغم الظروف اللي موجود فيها انه يدلي بصوته. وكمان بيقول بيدل على جهود الدوله خلال السنين اللي فاتت في الحرب على الارهاب في سيناء وفي توفير المناخ الامن، ان النهارده نشوف هذا العدد من المواطنين امام صناديق الاقتراع. الحقيقه كمان ان احنا في التنسيقيه كان عندنا غير جانب بس تخطيط الانتخابات ورصد الاقبال واذا كان في تجاوزات او مخالفات، لكن كمان كان عندنا مجموعه من المرشحين، والمجموعه من المرشحين دول كان في حملات انتخابيه وحمله مركزيه بتدير حملاتهم. الحملات دي كانوا بيديرها جنود مجهولين زي ما احنا ما بنقول، وخليه نحل بتشتغل معاهم، بدايه من المركز الاعلامي اللي كان مسؤول عن الدعايه والاعلان وشغل السوشيال ميديا للمرشحين، لحد الحمله المركزيه اللي كانت مسؤوله عن التنسيق ما بين القطاعات. كان موجود عندنا اربع مسؤولين للقطاعات، هم سيدات استاذه ايمان طلعت، عبير العبيان، نيرلين مصطفى، سالي والنصر.
غير طبعا الزملاء اللي كانوا مسؤولين عن المحافظات، غير إدارة الحملات المركزية اللي كانت ضخمة جدا وكان فيها عدد كبير من الزملاء، يعني حسب ما أذكر يعني يا رب ما انساش حد، نور الشيخ، أكمل نجاتي، أحمد إناوي، أحمد صابر، سلمان إسماعيل، نشوى الشريف، محمود الحجاوي، محمد طارق، مجموعة كبيرة جدا من زملائنا كانوا بيساهموا في الباك اند او في العمل الخلفي خلف الشاشات، وكان بيظهر لحضراتكم الدعاية والسوشيال ميديا اللي بتقوم بيها تنسيقية شباب الاحزاب السياسيين. والحقيقة ان احنا كنا حريصين ان احنا نقدم حملات مبتكرة مختلفة تناسب العصر اللي احنا فيه، تناسب ان احنا موجودين في 2020، وعشان نقدر احنا مجموعة من الشباب ازاي نقدر نوصل فكرنا ونوصل الشعار اللي احنا دايما بنقوله اللي هو سياسة مفهوم جديد لكل بيت مصري. فاعتمدنا على مش بس على الزيارات الميدانية رغم انها كانت مهمة جدا، واحنا قدرنا ان احنا نروح اماكن مفيش نواب غيرنا راحوها، وده لان دايما بيبقى حسابات النواب او المرشحين ان الاماكن اللي فيها نسبة تصويت اقل او عدد الناخبين فيها اقل بتاخد حيز اقل في الاهتمام. لكن احنا رغم ان احنا كان عندنا مرشحين قائمه، لكن حرصنا ان احنا نكون موجودين في الواحات وفي حلايب وفي شلاتين، وان احنا الرحلات دي كانت بتاخد من مرشحينا يوم واثنين ان هم يتواجدوا في الاماكن دي لانها على الحدود، غير طبعا الزيارات الميدانيه اللي اتعملت والمؤتمرات الجماهيريه اللي اتعملت في القاهره والمحافظات، بالاضافه لان اعتمادنا الكبير كان على السوشيال ميديا. واحنا بنشوف ان السوشيال ميديا خاصه في ازمه كورونا اثبتت وجودها، وان الاونلاين والفيديو كونفرنس والتعامل عن بعد ده المستقبل. فاحنا اعتمدنا على ان احنا نقدم حملات قريبه من هي يمكن تم يعني تم العمل عليها قبل كده يمكن في حمله اوباما وغيره من الحملات الاوروبيه، لكن احنا حاولنا نقدمها بالشكل المصري اللي يناسب الواقع والجغرافيا المصريه.